ايه رايك هنعمل تحدي كده قدام الناس قدام الكاميرا، ان هنجيب دلوقتي مكنه الحلاقه وانا نحلق زيرو وانت تحلق زيرو. يا عم هات المكنه وانا احلق دي مكانك. اكتر حاجه بتشغلك على اليوتيوب ايه عشان نعمل محتوى زيه؟ خلي بالك صوتك صوتك طلع في المايك. اللي هو بجد اليوتيوب زمان كان بيعجبني، كان المنصه اللي هي مش عارف ايه على ايه اللي هو محكوكو. بص بقى هيودينا في لا والله ده بالصدفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل جمهورنا الجميل وكل الناس الجميله اللي متابعانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في العالم وكل مكان في محافظات مصر. النهارده يا جماعه حسن شيتا، طبعا زي ما انتم عارفين حسن حبيبي جدا وطبعا من الناس الجميله جدا اللي بتنورني دايما في المزرعه هنا، واخويا الصغير طبعا من الشخصيات المحترمه اللي احنا بنعتز بيها، ربنا يا رب يوفقه. حسن بسم الله ما شاء الله في الفتره الاخيره ديت كلنا شفنا ان حسن بدا يصعد للعالميه. تمام. بصراحه انا يعني بشهد له من الشخصيات الجميله ومن الناس اللي تستحق الكلام الحلو عليها يعني. حسن النهارده منورنا في المزرعه، اتصل بيا قال لي يا كابتن ابو نور انا عايز نعمل حلقات اللي هي بتاعه سلالات سلسله المزارع. رمضان سلسله المزارع ده السيزون الثاني، سلسله المزارع اللي هي الثانيه، كان عامل مره قبل كده وصور معانا هنا. تمام. ايام المكنه الناس فاكره. تمام. ستي هي لازم يقف جنبك. طبعا نورنا النهارده، فحابين كده ندردش مع حسن شويه. حسن قشطه. انا عمال اضحك فاهم، انا عمال اضحك مش عارف اقفش انا بس قشطه معاك. ايه رايك في المزرعه هنا بصراحه؟ والله يا كوتش يعني حضرتك من الناس انا بحبها وبحترمها جدا بعيدا عن اي حاجه، من الناس انا بعزها واخ كبير ليا انت ومهند الديفو واحمد مصطفى يعني والدكتور عمرو مرسي، كم الشخصيات كده انا بعزهم وبحترمهم جدا حبيبي. فبالنسبه للمزرعه يعني انا مبسوط ان جيت تاني فلقيت تطور، حبه زرع حلوين وتغيير في العصافير وشكل الدنيا، انا مبسوط جدا بالكلام ده وعارف ان شاء الله ان السنه الجايه الموضوع هيبقى احسن من كده بكتير باذن الله وبمشيئه ربنا. ايه رايك يا حسن ان احنا نغير المزرعه هنا لمالينو؟ والله يعني لما اتناقشت معاه في الموضوع ده انا اتبسطت جدا. انا كابتن ابو نور بيطلع لفوق بيعلى، وحضرتك يعني هوم دوجز تدريب معروف، كابتن ابو نور بتاع تدريب. طيب فما انا شرطه، انا شرطه عليك ان كلنا فرع في اكتوبر، وانا مشجع الحوار ده جدا، واول واحد ابقى جنبك اخوك الصغير ابقى موجود هناك معاك مش هسيبك، وده هيبقى حاجه جامده قوي ليك مركز تاني. فكره فرع في اكتوبر احسن من البحيره؟ بص هو الفكره مش احسن بحيره او اوحش، يعني فكره انك انت هتلاقي الناس مش هتتعب عشان توصل لك، وهتبقى قريب من ناس كتير، ناس كتير هتبقى فاهمه انت بتعمل ايه ومقدره انت بتعمل ايه. هنا برضو احترامنا للبحيره والناس على راسنا من فوق، بس برضو ال 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 مش مستوعب بنسبه مثلا 80% انت بتعمل ايه، بس هو بيحترمك ويقدرك كشخص. تمام. في القاهره هو ملوش علاقه بشخصك، هو رايح كابتن ابو نور مدرب، انا عايز ادرب كلبي، فهو لكل التقدير والاحترام كابتن أبنور. انت فاهم الفكره وهتبقى توسع جميل يعني. طبعا انت نورتني النهارده ويوم جميل جدا، يوم جميل جدا، وكنت عايز تعمل تحدي حسن. ايه سكت 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 مش هيتكلم. كنت طب بص اقول لك مفاجاه، خليك مفاجأة هعمله، هخلص الفيديو وهخليك تصوره زي ما انت بس تنزله. اتعديت بقى حصل مين اتعد؟ انا يا عم انت اتعديت مزرعتك. تمام. انا اتعديت عادي نزله وبص بايظ الدنيا قد الموضوع عادي طبيعي كل اسبوع بتعدى. عمرك يا باشا ما تتعدى عندنا عيب حبيبي، ده انت اخونا الصغير. نفق مينفعش ننزله. حسن ايه رايك في اليوتيوب؟ واللي بيحصل عليه انا تعبت. هو جميل ده يعني فاهم، جميل من قبل سنتين كده. الراجل ده فاهم ليه؟ مش عارف ليه، مش عارف الموضوع. بص حسن كل ما نقول كلمه نحس ان هو مركز لها ومرتب لها وعارف ان هنجر رجله. حسن انت عندك اليوتيوب من سنتين مثلا كان محتوى ترفيه، بتلاقي ترفيه بيضحكك. اكتر حاجه بتشغلك على اليوتيوب ايه عشان نعمل محتوى زيه؟ خلي بالك صوتك صوتك طلع في المايك.
اللي هو بجد اليوتيوب زمان كان بيعجبني، كان منصه اللي هي منصه قويه وما زال منصه قويه، تقدر تبقى تعمل عليها حاجه في وقت مش قليل زي التيك توك، ومش بسهولة التيك توك مثلا اليوتيوب صعب. بس الفكرة دلوقتي ان الدنيا باظت بقى، شوف ام شيماء مش عارف تغسل السجادة تحت الكنبة، شوف مش عارف ايه قورة ام شيماء مش عارف مالها، روتيني اليومي روتيني اليومي نبص على الروتين لا بتفرش السرير يا بقى فاهم انت بتاع حسن. الله يخليك حبيب قلبي انت منورني النهارده، بس امانه عليك ما تتابع القنوات بتاعت المشروع. والله العظيم لا انا بتابع حاجات اوسخ. ما تتابعش الكلام ده لا، عيب عليك حبيب قلبي ابو علي. واحلى تحيه ليك، وتعالى كده ندندن كده في المزرعه. يلا بينا يلا بينا. طبعا انا مش هنعرفك على المزرعه لان انت عارف كل ثغره فيها. تمام. حفله المليون قريب ان شاء الله باذن الله. هنبدع يو، هنعمل قلق، هنعمل قلق قدام الناس وقلق تاني في الميدان. حفله المليون دي حسن هيكون اول يوتيوبر، اول يوتيوبر على مجال تربيه الكلاب ياخد الدرع الذهبي ان شاء الله. انتم السابقون ونحن لاحقون. يا رب يا حسن تبقى معايا في نفس اليوم. يا رب تبقى معايا في نفس اليوم، تبقى فرحه يا جماعه ما حدش يتخيلها. ان انا وحسن شيتا، حسن دلوقتي بسم الله ما شاء الله دخل على 700,000، يعني فاضل له حاجه بسيطه 730,000. انا فاضل لي 40,000. طبعا دي حاجه جميله جدا ان احنا نوصل للدرع الذهبي. انتوا عارفين يا جماعه، عايزكم الناس اللي بتتابعنا تتابع بقلب جامد، لان كلمه ثقه واحصائيه ثقه، اول ناس هتاخد الدرع الذهبي في مجال تربيه الكلاب في الوطن العربي، في الوطن العربي باكمله باذن الله. ناس متخصصين في الموضوع ده بالذات الكلاب بس. عشان في ناس اول ناس يعني في ناس هتقول لك حاسب يا كابتن ابو نور، ما هو جمال عمواسي واخد الدرع الذهبي. لا كابتن جمال ليه كابتن جمال ليه احترامه وتقديره، بس مش في المجال اللي احنا بنشتغل فيه. يعني احنا بنتكلم تحديدا على مجالنا، مجال مشاكل صحيه، مجال مشاكل علاجيه، مشاكل مزارع الكلاب، المزارع بتاعه الكلاب. بيصور عند ابو نور، بنصور عند احمد مايكل، بنصور عند حسن. الحاجات دي يا جماعه اول ناس هتاخد الدرع الذهبي، غير ان الحمد لله اول واحد هيستلم الدرع الذهبي في محافظه البحيره كامله على جميع المحتوى بتاعها. تمام. هو كابتن ابو نور حبيب قلبي، ربنا يخليك ليا. وده يا حسن انا بنتمنى ان الدرع الذهبي بتاعنا احنا الاثنين يجي في يوم واحد باذن الله. تبقى هنعمل حفلتين، حفله هنا وحفله هنا. هتبقى هيصه بس والله نادرا علينا نوقف المزرعه اسبوع. بس في حاجه، بس في حاجه يا حسن، انا شرطت على نفسي قدام الجمهور ان انا طبعا انت عارف ان احنا اللي بنطلب من الشركه اللي بتنفذ الدرع، بنطلب منهم يكتبوا لنا ايه على الدرع، الاسم اللي على الدرع. فانا شرطت على نفسي قدام الجمهور الجميل بتاعنا ان انا هنكتب على الدرع الذهبي جمهور كابتن ابو نور. ده جامد قوي الحوار ده بصراحه، جامد فكره حلوه. لا جامد وعجبتني. ما هو الدرع مش بتاعي، فاهم؟ الدرع بتاع المشاهد اللي بيتابع بس. لا هتبقى جامده قوي، جامده قوي قوي الفكره. تصدق ما جتش في دماغي، ما جتش في دماغي فكره حلوه. حلو بس انت بس هتعملها. انا بس اللي هنعمل، انت مش هتعملها؟ لا طب والله هتعمل، والله هتعمل. اصل خد بالك، هي مش فارقه، هي احتراما، هي عباره عن تقديرا للجمهور. لان انا قعدت مع نفسي كده حسبتها وركزت فيها، قلت الدرع ده بيجالي بناء عن ايه؟ عن المشتركين والناس والمتابعين، يعني هم السبب فيه. هو لو ما كانش المشاهد والمتابع هو السبب، لا معلش، ما انا بنتعب نفسي في فيديو، هو برضو بيتعب نفسه او بيضيع من وقته ويقعد يتابعني. اي نعم هو بيستفاد، بس في نفس الوقت بيشجعني على ان انا نعمل غيره. صح حبيب، ما احنا لو مفيش ناس بتشوف فيديوهاتنا مش هنعمل. صح، مفيش تشجيع، مفيش تشجيع. احلى مسا على كل جمهورنا، واحلى مسا على حسن شيتا وكل الناس الجميله اللي معاه النهارده. ما تيجي جنبنا يا حوده. تعالى يا محمود، تعالى ما تيجي جنبنا. تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، تعالى مصطفى، احمد مصطفى. الناس الجميله كده حبيب قلبي، انت منورني كابتن. منورني احمد حبيب قلب ابو حميد. طبعا وش احمد، احمد مصطفى شبه مين يا جدعان؟ اكتبوا له تحت في الكومنتات شبه مين خلاص. بس يا حسن، بس يا حسن، عشان انا الوحيد اللي عارف الشبه. شبه مين في مجال الكلاب؟ بص كده، لا 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 لا، اسمراني شوي، اسمراني شوي. ممكن اخوه كان خايف وهو داخل. بس بلاش نقول اسماء حد في الفيديو. هو كان خايف وهو جاي لك اصلا. ليه؟ عشان هو شبهه، فخاف ان انت تتلخبط ما بينهم اصلا. لا مش نتلخبط ما بينهم، هو في، بس هنقول لحضرتك على حاجه، ممكن يخلق يا حسن، ممكن يخلق من الشبه 40،
بس اهم حاجه الشخصيه. لا احمد جدع ورجوله. احمد يخلق مش شبه الباقي. يخلق مش شبه 40 لكن الشخصيه حسن. انت كل مش ملاحظ ان كل زياره بتطلع لي بحاجه جديده؟ يعني المره اللي فاتت قلت لي هنسمي كلب مش عارف ايه على ايه اللي هو محكوكو. بص بقى هيودينا. لا والله ده بالصدفه. ده احنا مصطفى لينا صاحبنا اسمه مصطفى قال له انت شبه مش عارف ايه اسمه كده، فبصيت له وضحكت الصراحه شبهه قوي بالسكسوكه دي. الصبا ده مشكله برضه، كان نفسي اجيبه لك. احلى مسا على كل جمهورنا الجميل، تحياتي لكم يا جماعه بالناس اللي منوراني النهارده الجميله دي. دلوقتي احنا خلاص كده يكفينا الحلقه الجميله مع حسن ومع الناس الجميله اللي معاه، لكن هنقفل بقى الفيديو وهنتابع مع حسن بقيه حلقاته. تحدي هعمل تحدي، هو لسه مش عارفه، هو كان عامل تحديين الحمد لله الاثنين باظوا الحمد لله، فدوري انا بقى اعمل تحدي. هو الصراحة ممكن اتنمخ فيه وممكن اكسبه مش عارف. طب بنقول لك يا حسن، مش هقول. طب هنقول لك على حاجة. طب هنقول لك على حاجة. ايه رأيك هنعمل تحدي كده قدام الناس قدام الكاميرا، ان هنجيب دلوقتي مكنة الحلاقة وانا نحلق زيرو وانت تحلق زيرو. يا عم هات المكنة. هات المكنة وانا اخويا يسد مكانك. اخويا يسد مكانك. احنا في ضهر بعض وانا 9 سنين. احلى تحية لكل جمهورنا الجميل، تحياتي لكم يا جماعة وتحياتي لكل الناس الجميلة، وتابعوا حلقات مزرعة كابتن ابو نور على قناة حسن شيتا باذن الله، هتكون حلقات رهيبة جدا. وايوه على قناة انا اتلخبطت. يا ابني تابعوا حلقات حلقة مزرعة كابتن ابو نور من ضمن سلسلة المزارع في رمضان على قناة حسن شيتا. اوكي تمام. تابعوا الحلقات يا جماعة بإذن الله، هتكون حلقات جميلة جدا. حسن مصور بتصميم جميل جدا 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 للحلقة. مزارع هتعجبكم، هتتفاجئوا ان في مزارع دي في الوطن. مش هتكون مزرعة ابو نور بس، هتكون مزرعة كل شخص محترم في الوطن العربي. تحياتي لكل الناس الجميله وكل اصحاب المزارع المحترمين، تحياتي ليهم وتحياتي لكل مربي كلب في بيته ان شاء الله يكون لسه مرباش، المهم ان هو يكون بيحب الكلاب. تحياتي لكل من مجال صناع الوفاء اللي هم مربين الكلاب ومحبين تربيه الكلاب، تحياتي ليكم جميعا وتحياتي لكل الناس الجميله النهارده. واحلى مسا عليكم. بقول لك ايه قبل ما تقفل، الانستجرام بتاعي حسن دوت جد هتلاقوا تحت، تعالى هناك في لايفات بتبقى في لايفات موت هناك. احلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره. انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا يبكي كلابي عندي احسن من صندوق زخاير.